نحن في انتظار تم إعلام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوفاء وثائق رسمية تفيد وفاة السيد الرئيس. هذا مهم جدا، بعثنا له الوثائق اللي فعليا الرئيس انتقل إلى جوار ربه فعليا، ليوافق على العملية تأديد اليمين، مع إعلام أيضا الهيئة العليا المؤقتة الدستورية لمراقبة الدستور. إذا أمور ترتيبية، وقع إعلام هاتين الهيئتين لتكون ولا لإعطائنا ترخيص لمجلس رئيس النواب ولمكتب المجلس للموافقة لرئيس مجلس الولايات بأداء اليمين، وعبر ذلك يكون الرئيس المؤقت، باش الأمور تتم بسلاسة دستورية وبدون تعقيدات. نحن الآن في انتظار وصول الترخيص من رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللي تحدث مع السيد رئيس الجمهورية وتفاهموا على كل كبيرة وصغيرة دستوريا. أيضا هناك موضوع آخر مهم، أنه السيد الرئيس سيجتمع بعد هذا الاجتماع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مهم ياسر النقاش حول الانتخابات الرئاسية متى ستكون. سيقع حسب علمنا، سيقع تقديم الموعد هذا، وسيكون له اجتماع بعد اجتماع المكتب مع هيئة الانتخابات لتدارس هذا الموضوع، وتكون هناك الأمور شبه رسمية بتاريخ رسمي إن شاء الله يكون غدا أو بعد غد. سوري، غدا أو بعد غد يعني تقديم الانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية الجديد. المؤكد اليوم في اللحظة هذه أنه الانتخابات الرئاسية لن تكون في موعدها. حاليا انتم في انتظار رد الهيئه الوقتيه من قبل السيد السيد جات رد الهيئه الوقتيه والمجلس الاعلى للقضاء، نفس سيقع الموافقه على انه هناك على العمليه اللي مشتم في مكتب المجلس تاديه اليمين، وبذلك يصبح السيد محمد الناصر هو الرئيس المؤقت لمدة 90 يوما التي تنتهي في أكتوبر. وقت عملنا الحساب مع السيد الرئيس نلقاو أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تكون في موعدها، وهذا مؤكد. والمكتب سيبقى مفتوح موجود في انعقاد دائم إلى أن تتم الأمور على أحسن